بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقه ال 12 من كورس الكتريكال ميجرمنتس. هنشرح فيها ايه؟ هنكمل فيها الحل اللي احنا بدأنا الحلقه اللي فاتت. قلت لك هنحل على الداينامومتر كل حلقه 10 مسائل. فالحلقه دي هي الحلقه الثانيه، نحل من المساله 11 لحد المساله 20. طيب هنحل فيهم ايه؟ المسائل دي مهمه جدا ومش من الشيت، ومنها نظري ومنها مسائل، فركز فيها عشان تفهم حلو. وبعدها لو حبيت تروح تحل الشيت حل الشيت، بس انا بحل لك اسئله شبه هتيجي في الامتحان ان شاء الله، يعني من السهل للصعب وميكس كده حلو. طيب بيقول لك اول سؤال الداينامومتر، وتاكد انك تكون سمعت الشرح بتاع الحلقتين اللي فاتوا لاني مش هعيد تاني. طيب الداينامومتر تايب اوف انسترومنت كان يوز ان، ممكن نستخدم داينامومتر في حاله الاي سي ولا الدي سي؟ اكدت عليك 100 مره في الشرح ان الداينامومتر من مميزاته ان يمكن استخدامه في حاله الاي سي والدي سي بنفس نسبه الدقه، اكيوريت ان اي سي از ويل از ان دي سي. بالظبط. طيب الاجابه بوث. السؤال الثاني يقول لك which type of scale does a dyna او a dyna ساعات بيكتبوها باي اختصار كده dyna dynamo اي حاجه type what meter possesses السكيل، النوع بتاعه اللي بنشتغل فيه في الداينامومتر بيكون نوعه ايه؟ بيكون نوعه يونيفورم. كل السكيل اللي بنشتغل فيه في الداينامومتر في اغلب الاحوال بيكون يونيفورم، يعني بيكون تدريج منتظم، مش نون لينير ولا لوجاريتميك ولا سكوير لو، يعني حتى الحاجات بقى مستبعده جدا، فهو يونيفورم هو ده الاجابه الصحيحه. طيب الداينامومتر بيكون معتمد على ايه، او بيكون بيستخدم في قياس ايه؟ اجهزه قياس للباور. متى ذكر الداينامومتر؟ ذكرت الباور، مش فورس ولا تورك ولا انرجي، كل واحده من دول ليها حاجات ثانيه، لكن الباور هو الوحيد اللي مختص بيه الداينامومتر، او اللي هو بين قوسين الوات ميتر، وده كله عنوان الدرس اصلا. كلام بسيط. السؤال ده مهم قوي، تعالى كده نروح له على التور، مهم جدا، وانا بتوقع ان ممكن يجيب حاجه شبه كده، يبقى تجديد يعني، لاني ما جابوش السنه اللي فاتت فيبقى تجديد. تعالى كده يقول لك ايه، بيقول لك في الالكترو داينامومتر تايب الوات ميترز اللي احنا شغالين فيها، لما بيكون البريشر كويل بيديني هو الايرور، لما يكون الايرور جاي من البريشر كويل بيكون الاتي، ادي بقى الاتي، بيقول لك بريشر كويل اندكتنس برودوس ايرور ويتش از. الايرور ده بيكون ايه اللي حاصل في الايرور ده؟ لما يكون الايرور جاي بسبب البريشر كويل بيبقى شكله الرسمه بالمنظر ده، ادي اللود حلو، متوصل على التوازي مع الموفينج كويل اللي هو البريشر كويل، البريشر كويل ده قريب من اللود فبالتالي هو اللي عامل لي الايرور. جميل. الايرور بتاعه ده بيقول لك بقى كونستانت ان ريسبكتيف اوف باور فاكتور، باور فاكتور يعني بالبلدي بيقول لك الايرور بتاعك ده بيحصل له ايه بسبب الباور، الباور فاكتور، لما نزود الباور فاكتور بيحصل له ايه، لما نقلله بيحصل له ايه، يعني ايه علاقه الايرور اللي هنا بالباور فاكتور، هو ايه الايرور ده اصلا؟ اتفقنا ان الايرور هو عباره عن نسبه الباور اللي انتج على الحاجه القريبه من اللود الى نسبه الباور اللي انتج في اللود نفسها. يبقى اي حاجه اهو باور، اي حاجه جانبيه اللي هي مثلا هنا بالمنظر ده الموفينج على باور اللود هو ده الايرور، هو ده الايرور بالظبط. فهو بيقول لك بقى على باور اللود لما انا ازود الباور فاكتور ايه اللي هيحصل للايرور ده؟ فهتقول لي لو انا زودت الباور فاكتور يعني زودت اللود، مش احنا قلنا اللود ده عباره عن اي في، فلما ازود الباور فاكتور يبقى انا زودت هنا كوزاين فاي، صح كده؟ هو بيقول لك بقى لو الباور فاكتور ده قيمته قلت، خلينا نتكلم في قيمته قلت، لما يكون ده قيمته قلت مش معنى كده ان المقام ككل قيمته قلت؟ اه. طب لما المقام ككل قيمته قلت والباور اللي انا استهلكته في الموفينج هو هو، يبقى كده التوتال ايه؟ التوتال كبر، يبقى الايرور عالي، يبقى كل ما انا بكون مستخدم باور فاكتور اقل كل ما التوتال الايرور يعلى، يعني نسبه اللي انا استهلكته في الموفينج الى نسبه اللود تعلى. ليه؟ لان انا قللت قيمه اللود، لما قللت قيمه الباور فاكتور بس. شكرا، يبقى هو ده الاختيار الصح. طبعا انا بعلم بالابيض وده ايه عظمه يعني. هو ده الاجابه الصح. سؤال مهم جدا، وعيد تاني الحته عشان تفهم. الحاله اللي قبلها اترفعت. طيب نروح فين، نيجي منين؟ طيب تعالى السؤال اللي وراه، سؤال بسيط جدا، تعالى ناخد الصوره دي بس. بيقول لك داينامومتر تايب، هتلاقيهم كلهم بيصبوا في نفس، صدقني هي نفس نوع المسائل. بيقول لك الوات ميتر بتاعنا ده الفولتج بتاع الكويل، اتس فولتج كويل كونكتد اكروس ذا لود، يبقى الفولتج كويل ده اللي هو مين، او البريشر كويل اللي هو بتاع الموفينج، يعني اهو الموفينج بيقول لك بيوصل على التوازي مع اللود، اهو ادي اللود. يعني بيقول لك ان احنا شغالين في النوع ده من المسائل، يبقى اكيد الفيكسد فين؟ في الناحيه دي من غير ما يقول لي. بيقول لك بقى والقرايه بتاعه الباور الجهاز نفسه ار 200، الجهاز نفسه الانسترومنت كلها ار 200، التوتال اللي هنا اهو، التوتال اللي هنا ار 200 واط. طب ال 200 واط دي جم منين؟ ال 200 واط دول عباره عن اللي اتقرع من اللود زائد اللي حصل ايرور هنا اهو فيه. يبقى دايما بنشوف الحاجه القريبه من اللود ونقول ان التوتال القرايه هي عباره عن اللي اتقرع على اللود زائد حته ايرور. الايرور دي جات له منين؟ جات له من الحاجه القريبه منه اللي هي هنا الموفينج كويل. بيقول لك لو اللود ده الفولتج بتاعه 240 then what power is being taken by the load، الباور اللي على اللود ده كام؟ مش عارفين التيار لسه، هنشوف هنجيبه ازاي.
والفولتج كويل برانش هاز ريزيستنس 1500. الار اللي هنا اهو اللي على الفولتج كويل مقدارها 1500. تعال نشوف. هنقول له القاعده بتاعتنا المحفوظه ال200 دي هي عباره عن حته جايه من اللود اللي هي اي في في على بعضها كده اللي هي باور اللود زائد حته جايه ايرور من هنا عباره عن في سكوير على الار بتاعته بتاعت الفرع ده. طب ما الفي سكوير بتاعته هي نفس الفي بتاعته هي نفس الفي بتاعت اللود يبقى اكنها ايه اكنها 240 سكوير. ادي 240 سكوير على الار بتاعته اللي هي كام 240 سكوير يا عم انت تمام ده على 1500 شكرا. طيب 200 ناقص الرقم ده هيدي لك الاي في في اللي هي الباور بتاع اللود اللي هو المطلوب في السؤال. شفت السؤال عبيط ازاي؟ والله العظيم ممكن احلها بالنظر ممكن بعد كده في الامتحان خليك تحلها بالنظر. اكتب 200 ناقص 240 سكوير فوق على 1500 تحت الرقم اللي طلع ده هو 161.6 قدامك اهي ده الباور اللي استولك في اللود. نيجي على السؤال وراها بيقول لك انه باور فاكتور هيدينا ايكوال ريدنج في حاله الوات ميتر الاول والثاني في التو ميثودز بتوعه ايه هما؟ يقول لك اوف بوث وات ميتر ان تو ميتر ان تو وات ميتر ميثود يعني ما تستخدم الوات ميتر باي طريقه سواء اي سي او دي سي. مين ايه قيمه الباور فاكتور اللي تخليها قيمه هي هي؟ نسال نفسنا هو اصلا الباور فاكتور بيعمل ايه؟ انا بسالك الباور فاكتور بيعمل ايه؟ تعالى وانا اقول لك الباور فاكتور بيخلي لي اي اي في تتحول لاي في في كوزاين فاي. طب اخلي دي بكام عشان يبقوا الاثنين قد بعض ما يختلفش؟ اخليها بواحد يا فرحتي. ما هو لو الكوزاين فاي بتساوي واحد يبقى الحالتين الاي سي والدي سي الاثنين ايكوال صح كده اهو. يبقى تقول له ان يكون باور فاكتور بواحد او تقول له ان اسمها يونيتي بتسميها ان ان الباور فاكتور يونيتي يعني يونت الوحده يعني يعني مقدار واحد يبقى الاجابه يونيتي. نيجي على السؤال اللي وراها سؤال لطيف مع انه مش دعوه بالدرس بس ايه قلت اجيبه لك عشان ما تتخضش من انواع الاسئله دي موجوده في حته ثانيه يعني في المنهج يعني فاهم. بيقول لك لو الفولتج والكرنت معطى بالعلاقه الاتيه او معطيان بالعلاقه الاتيه الفي بتساوي 10 اللي هي الماكسيمم بتاعي في ساين اوميجا تي ناقص 30 والاي بتساوي 10 في ساين اوميجا تي زائد 30. طب حلو قوي احسب الباور كونسيوم هات الباور. طب ما الباور عباره عن ايه؟ ممكن تضرب دول في بعض قدام التكامل وتقعد تكمل من هنا للسنه الجايه وليه بجع الدماغ؟ لا انا اقول الباور عباره عن الاي في الفي في الكوزاين فاي صح كده ده القانون العام. بس دي مين بقى؟ دي الار ام اس ودي الار ام اس ودي الزاويه الفيس شيفت الفرقه بين الزاويتين بتوع كل واحده فيهم. هنا عند سالب 30 هنا 30 يبقى الفيس شيفت بكام؟ بمقداره 60 ده ناقص ناقص ده او ده ناقص ناقص ده 60 او زائد او ناقص كده مش تفرق يعني قدام الكوزاين بتاكل السالب فاهم. فكده كوزاين ادي الفيس شيفت ب 60 الفي ار ام اس الماكسيمم بتاعه 10 يبقى الار ام اس ب 10 على جذر 2 وهنا الماكسيمم بتاع الاي 10 الار ام اس 10 على جذر 2 اضرب ده كله في بعض جبت الباور جبت قيمه الباور يدي لك 10 في 10 100 100 على 2 يبقى 50 50 كوزاين 60 كوزاين 60 بنص يبقى 25. شكرا جزيلا مباركا فيه يلا يا عم ابسط. تعالى على السؤال اللي وراه اثبت لك ان الاسئله كلها والله ما تستاهل بس هي يعني ايه حلو حلو خلينا نذاكر حتى لو ما جاتش امتحان حتى لو ما حلناش امتحان حلو بعد الشر يعني انت بتستفاد بتفهم ماده شكرا ده اسمى هدف المفروض يبقى عندنا يعني. لكن ما تفضلش طول الوقت كده همك اديني الامتحان كده وخلاص ما مش حاجه حلوه يعني حاجه حلوه بتيجي تباعا ما بتجيش هي الاولويه. طيب دايناموميتر طيب شغال وات ميتر الفولتج بتاع الكويل متوصل على اللود اهو الفولتج بتاع الكويل اللي هو الموفينج يعني متوصل مع اللود يبقى الفيكسد فين هو اللي بره. طيب قرينا 250 ده نفس المساله اللي فاتت قطير قرينا 250 ده توتال القرايه لو اللود فولتج ب 200 الباور اللي هياخده اللود كام بحيث ان الار بتاعه الفولتج كويل ب 2000. السؤال هبل قوي ده نفس التكرار ممكن نحلها بالنظر بقى نقول ال 250 امسك الاله كده 250 ناقص 200 اللي هي الفولتج سكوير على الار اللي هي 2000 هيطلع الناتج 230. شوف عملتها بالاله حظا من غير اي حاجه اصلا 230. للاخوه الحبايب اللي مش فاهمينها لسه سهله يعني الباور توتال الريد بيساوي الباور اللي سلكناه في اللود زائد الايرور اللي حصل في حاجه القريبه من اللود اللي هو ده القريب للود حلو يبقى اللي هو ايه الايرور اللي حصل فيه عباره عن ايه او الباور اللي حصل فيه عباره عن في سكوير على الار الفي بتاعته هي نفس الفي بتاعت اللود يعني 200 سكوير على الار اللي هي 2000 صح كده اهو ده وده قال لك ان هو الباور اللي قرناه على الجهاز 250 يبقى عايز البي ال ثم مد ده هناك الناحيه الثانيه وخلاص جبتها 230 وجعني لا اله الا الله. تعالى يا ابني المساله اللي وراها مساله برضو حلوه بيقول لك ايه فيها بيقول لك دايناموميتر 250 فولت و10 امبير وشغال وات ميتر عنده ريزيستنس اوف كارنت اند بوتنشال كويلز
يعني ايه بوتنشال كويل؟ اللي هو الفولتج كويل، بريشر كويل، كلهم نفس المعنى اللي هو الموفينج. يعني الار بتاعت الكرنت كويل والموفينج كويل نص و12500، يبقى الار بتاعت الكرنت كويل بتساوي نص، والارنت بتاع الارنت ايه الار بتاعت الموفينج كويل بتساوي 12500. ده اوم وده اوم، واحنا عارفين ده المفروض يبقى كبير وده يبقى صغير، مفهومه يعني. هات البرسنتج ايرور ديو تو ايتش اوف ذا تو ميثودز اوف كونكشنز، وصل التوصيلتين وهات في كل واحده فيهم الايرور بكام. طيب وين يونيتي باور فاكتور، يعني الباور فاكتور بواحد، واللودز عباره عن 250 يعني الجهد اللي على اللود 250 فولت، ومره خده ب 4 ومره خده ب 12، يعني المساله دي هتحسب اربع حسابات فيه. مره ناخد الاربعه مع ال 250 ونحسب التو كونكشنز، ومره ناخد 12 مع 250 ونحسب التو كونكشنز، هيطلع اربع حسابات ان شاء الله، اربع حسابات. تعالى اوريك يا عم نعملهم كلهم باذن الله. اول واحده هنوصل، بص كده اقسم الصفحه، هنوصل الاول لو كان البوتين اسمها ايه البريشر البريشر كويل هو القريب لللود، ادي البريشر قريب لللود، وبره هنا الفيكس. في الحاله دي الايرور جاي من مين؟ جاي من المعلم ده. يبقى القرايه التوتال هتبقى ايه؟ القرايه التوتال، مش عايزين القرايه التوتال، عايزين الايرور، يعني عايزين نسبه الباور اللي هنا الى نسبه الباور اللي هنا. طب الباور اللي هنا السول عباره عن ايه؟ في سكوير على الار، الفي اللي عليه هي نفس الفي اللي على الايه؟ المعلم ده، اللي هي بكام؟ 250، يعني 250 سكوير على المقاومه بتاعت الكويل، قال لك انها ب 12000 ونص، 12500. ده كله على اللي سلكناه في اللود نفسه بقى ب 250 في التيار ب 4. مره ناخده ب 4 ومره نكتب نفس الكسر ده بالملي، بالملي اهو، بس بدل تحت 250 في 4 نكتب 250 في 12، اللي هي دي ودي، عملنا اول كونكشن على التيارين. شوف ده يدي لك كام في المية وده يدي لك كام في المية، طبعا هتضرب الناتج النهائي في 100%. طيب والتوصيلة التانية قال لك وصل ال اسمها ايه الفيكسد هو اللي مع اللود، والتوتال النهائي ابعد بقى عنه الموفينج ده، يبقى كده مين القريب من اللود؟ هو الفيكسد، صح كده؟ هو ده لما يقول لك ان هو يكون اسايد او الفيكسد هو اللي يكون في السايد بتاع اللود، يبقى ترسمه بالمنظر ده. ساعتها الايرور جاي من مين؟ جاي من القريب من اللود اللي هو ده، بيبقى قانونه اي سكوير في الار. يبقى اول واحد هيتحسب ازاي؟ احنا عايزين نسبه الاي سكوير للار دي الى اللود ده. الاي سكوير في الار، الاي سكوير اللي ماشيه هنا عباره عن 4 سكوير في مقاومته اللي هي نص، مقاومته قال لك نص فين؟ اهي جبناها فوق مقاومه الفيكسد نص، والاي اللي ماشيه ب 4 يبقى 4 سكوير في نص على الاي اللي ماشيه تحت في اسمها ايه في اللود 4 في الجهد بتاعه 250. شكرا، ادي اول واحد. طب النسبه الثانيه هتخلي نفس الشكل ده بالظبط، 4 سكوير في نص على 250، بس بدل في 4 التيار خليه ب 12. يبقى جبنا الاربعه وال12 واشتغلنا بيهم في التو كونكشنز مره كده مره كده مره كده. سؤال اهبل قوي يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يلا يا ابني، الله يا ابني عايزين نخلص. يلا يا ابني تعالى اخر سؤال بقى، وده سؤال كان في امتحان بس مش كليتنا غالبا. بجيب الاسئله كده بنسى انا جايبها منين اصلا. دايناموميتر تايب وات ميتر شغال ايه؟ كونكتد تو ميجر ذا باور، وصلناه عشان نقيس بيه الباور. اوف الود ان ا سنجل فيز، يعني مالكش دعوه بالكلمه دي، انت مالكش اصلا غير سنجل فيز، في 3 فيز كده وتفاصيل كتير مش عليك. السيركت عندها ايه بقى اللي موصلين فيها؟ هافينج ا كرنت اوف 5 امبير اند فولتج 200 فولت وذ ا باور فاكتور 0.8. يعني السيركت بتاعتنا اللود بتاعها ده التيار اللي ماشي فيه 5 امبير وجهد عليه 200 والباور فاكتور 8.10. جميل. الريزيستنس بتاعت الكرنت كويل بنص. هات الريكوايرد ريزيستنس بتاعت الموفينج كويل عشان تدينا ايه؟ تدينا الايرور 1.5% لو موصلين البريشر كويل هو اللي متوصل مع اللود. بالراحه جدا، سؤال سهل والله. ادي البريشر موصلينه مع اللود، خارجين بره عملنا الفيكس. سؤال جميل قوي، بيقول لك الايرور ب 1.5%، اوجد مقاومه المعلم بتاع الموفينج. خلاص الايرور يعني ايه؟ الايرور عباره عن ايه؟ نسبه الايرور الباور اللي هنا على الباور اللي في التوتال بتاع الايه؟ اللود. يبقى الباور اللي هنا عباره عن ايه؟ في سكوير على الار. الفي سكوير هي بتاع الفي بتاعته هي نفس الفي بتاعت اللود، وفي اللود قال لك بكام؟ اطلع فوق هتلاقيه قال لك ب 200 فولت. يبقى 200 سكوير على الار اللي انا عايزها، الكل على اللي استهلكته هنا عباره عن ايه؟ الاي في الفي، الاي قال لك بكام؟ ب 5. الفي ب 200، اوعى تنسى اي اي في في لما يكون في باور فاكتور تقوم ضارب في الباور فاكتور 0.8. الايرور ده قال لك طلع ب 1.5%، يعني 1.5 على 100. تعرف تحسب الار؟ مبروك عليك جبت الار. هي دي الار يعني. طلعت بكام؟ تعال نحسبها. 1.5 1.5 على 100، واللي يطلع اضربه في 5 في 200 في 0.8، واللي يطلع تاني اقسم 200 سكوير عليه. عمليات رياضيه سهله يعني. طلعت الار ب 3 3 4 3 4 تاني من سوق 3 دلوقتي
أربع تلاتات بوينت تلاتات 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 تلاتات. تحس اللي هو إيه؟ أهو يا عم ابسط. آخر سؤال ده تحله لوحدك لأن هو إيه؟ حل بنفسك ومش هديك الإجابة وما تسألنيش فيها. سؤال سهل يعني فعيش مع نفسك. وسؤال حلو يجي كل نقطة فيه من امتحان يعني. بس كده خلصنا. الحلقة الجاية بإذن الله هحل معاك بقى أسئلة على الدرس ده بالظبط كده أهو. وتكون انت وصلت ان حليت الاسئله دي كلها ما ينفعش تروح تنط على اللي هناك على طول. هتكون اسئله كلها جت في الامتحانات واثبت لك ان كل اللي احنا حليناه وشرحناه جه في الامتحان حوالي مثلا الدرس اللي فات واللي بتاع الشرح والحلقتين الحل دول انت كسبت يوم 14 نقطه في الامتحان. فيلا بينا. السلام عليكم.